الحمد لله نظن النتيجة في ظروف اللي سبقتنا اللي كانت نوعا ما صعبة خاصة من الناحية النفسية ورجوع الفريق في الشوط الأول بثلاث أهداف يبين أن اللاعبين كانوا واعيين وشخصية كبيرة فوق أرضية الميدان. الحمد لله ولو أنه فنيا شوط ثاني مخيب لكن حتى متلوي نظن هو أيضا كان خايف أنه يتلقى الهدف الرابع، فلذا نظن اللقاء كان نوعا ما بطيء جدا من ناحية الريتم، يعني ما كانش فراغات من الجانبين، حتى متلوي ما خرجش من منطقته، فنقدر نقول نتيجة منطقية في ظل الظروف اللي عاشها الفريق سابقا.